دوز واحد النهار واعر واعر في هاد لابلاج ديال تامرسات. I've been wanting something from you. You've been giving nothing. Oh, I've been wanting something from you. You've been giving nothing. Oh. احباب العائله تبارك الله عليكم، كل شيء بخير. اليوم غادي ندوزوا واحد النهار ان شاء الله. جينا شويه روطار ولكن غادي ندوزوا ان شاء الله واحد النهار في هذه لابلاج هذه اللي كتشوفوها هنا. هذه لابلاج سميتها تامرسات، تامرسات راس الماء كاب دولو، وتقريبا اتجاه باش معروفه هي مجموعه مدارس النور، هي الطريق ديالها. طريق كاب دولو تقريبا شي 7 كيلومتر. كاين هاد لابلاج هادي زوينه اللي غادي نشوفو شويه، كتعذب باش نهبطو ليها، كاين طريجات ولكن يستاهل. البحر صافي، لابلاج نقيه وما عمرش بزاف،
يلا تحياتي، بقاو معايا تنشوفوا ان شاء الله ندوزوا واحد النهار واعر واعر في هذا لابلاج ديال تامرسات. بارك الله عليكم. دونك درنا جوج نقدات، غادي نهودو ان شاء الله، ندوزوا واحد الدرجات شويه قاصحين ولكن صافو لوكو. يا الله شون فيزيال واعر هنايا كيشد لهاد الاتجاه هذا، ما وريتوكمش الجهات هي صعيبة لأن خصك باش تمشي يعني أو خصك تقطعها عمان لي شوية متقل، صعيبة بالنسبة لي. جو واعر هنايا تشوفو. يلا غادي نكملو إن شاء الله، بقاو معنا نهودو هاد الدريجات ونكملو إن شاء الله التبحيرة. كيما كتشوفو غادي نخليكم واحد المقاطع، المنظر رائع من هنا مخيه. يلا تبارك الله عليكم، بقاو معايا. إذن بالنسبة للطريق المؤدي لهذا الشاطئ تامرصاد، كما كتشوفوا كتلاحظوا هنايا غادي تكتبوا مجموعة مدارس إيدين، لأن غادي تعطينا إذن بعد ما غادي نشغلوا البحث مجموعة مدارس إيدين بطبيعة الحال في منطقة راس لما اللي قريبة لمدينة السعيدية، مدينة الساحلية، كذلك منطقة راس لما كذلك تعرف جمال الشواطئ ديالها. ما عليكم الا ديروا كما درنا حنا، تهزوا لحتكم وكوكوتكم، هذا فقط من اجل البسط على غرار الفضيحة التي وقعت. اذا هنا غادي نديروا مجموعة مدارس إيديم، وهي هذه تقريبا الشاطئ كيبعد عليها هنا، وراه تقريبا واصل للقدرون، كتمشى واحد شويه وتوصل لهذا الشاطئ الرائع اللي سميتو شاطئ تامرصاد. تامرصاد اللي كيتواجد من طبيعة الحال كما كتلاحظوا في راس الماء اللي قرابة مدينة السعيدية كما كتشوفوا هنا. تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير، تحية للجميع، عطلة سعيدة، والله يرفع علينا هاد الوباء. تحياتي. السلام عليكم خوت، تبارك الله عليكم، نتمنى تكونوا على خير وبخير.
إذا في النهاية ديال هذا الفيديو هذا لابلاج اللي شفتو معنا سميتو تمرسات والنعت بالنسبة للجي بي اس كاين هنا كما كتشوفوا حدايا مجموعة مدارس إيدين طريق قدرون الشانطي تيوصل تيقرب للبحر عاد كيبقى شوية لابيست البحر رائع لابلاج رائع تما في هاد المنطقة هذه اللي بالعربية سميتها راس الماء بالفرنسي كاب دولو بالإسبانية كابو دي أغوا وبالشلحة كابو ياوا إذا جا لابلاج حدا هاد المدرسة الجميلة هذه مجموعة مدارس إيدين هذا هو النعت وتنظن أن المدرسة سيرمو غادي تخرج في الجي بي إس شاطئ زوين كل شيء في المتناول الأثمنة كذلك في المتناول الناس ديالها مضيافين ولا مول الباركينغ لا الناس اللي يعني في لابلاج تما كيسربيو الأثمنة جد مناسبة ويعني ناس مضيافين هذا هو اللي كاين تبارك الله عليكم نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا كذلك وما تنساوناش الدعاء لي لايك ديالكم الا كان شي سؤال ولا شي حاجه مرحبا في لي كومونتير يلا تبارك الله عليكم